ان هو يعني اول واحد استقبلك، اول واحد عملت له هدف في مباراه انبي في السويس، هو دلوقتي يعني في اصابه قويه. ربنا يعني يشفيه. رسالتك من او كلمات من علي معلول لسعد سمير. لا، سعد من اللعيبه الرجاله يعني. عنده اصرار، عنده شخصيه كبيره، يعرف يخرج من المواقف الصعبه هذه. ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي. هو عدى فرح للمرحله الصعبه، تعديت ان شاء الله، ما زال فتره صغيره ان شاء الله تتعدى ويرجع ينورنا ان شاء الله للتمرين، ويرجع معنا للمقابلات، ويرجع معنا المعسكرات. خاطر المعسكر من غير سعد ما مش معسكر يعني. طب قول لنا الكواليس في المعسكرات سعد سمير. لا، سعد يعني سعد يخرجك من الضغوطات يعني انسان يحسك بقيمه المقابله، لكن في نفس الوقت مش لازم يبدا عندك ضغط كبير. يعني هو اللي بيطلع الفرقه كلها. لا، مش بيطلع يعني، هو مركز. لكن فما ضغط، يشوف انه فما ضغط، بيخفف الضغوط. بيخفف شويه الضغوط. لكنه يعني يخليك مركز، لكن بابتسامه يعني يبقى بس ان شاء الله ربي يشفيه، وان شاء الله يرجعنا في اقرب وقت ومكانه موجود معنا في المجموعه من اللعيبه الممتازين، من اللعيبه المخلصه للنادي الاهلي. ان شاء الله ربي يشفيه ويرجعنا في اقرب وقت ان شاء الله. واحنا كمان من هنا بنتمنى له السلامه، وان شاء الله يرجع للملعب بسرعه. وسعد سمير يعني من العناصر المهمه أكيد داخل الفريق. تعال بقى معانا نشوف سعد سمير برضو من ضمن المفاجات اللي احنا عاملينها لعلي معلول النهارده. سعد سمير بيقول ايه عن علي معلول؟ برحب طبعا بعلي معلول، وبرحب بكل مشاهدين قناه النادي الاهلي، وبقول لعلي منور قناه النادي الاهلي ومنور قناه احسن نادي في القرن واحسن نادي في افريقيا. ف بقول له الحمد لله ان انت الفتره فاتت موجود معانا، وانت من اللعيبه الرجاله، من اللعيبه المخلصه، اللعيبه اللي بتحب النادي الاهلي بجد. يمكن انت وليد ازارو من اكتر الناس اللي شفنا ان هم بيعشقوا النادي الاهلي بجد وبيخلصوا للنادي الاهلي بجد. فبتمنى لك التوفيق دايما معانا، وبتمنى لك ان انت تقدم احسن من كده 100 مره. علي من مفاتيح الحلول بتاعتنا في الملعب، من الناس اللي عندها دايما تحب الكره تجيله، تحب ان انت تلعب عليه، تنقل له الملعب على طول. عنده حلول دايما، علي عنده ناحية إيجابية على طول، التفكير مش التقليدي، دايما بيفكر في حاجة مختلفة عن معظم الباكات اللي بتفكر فيها. فبقول له انت اضافة لينا واضافة للنادي الاهلي، وبتمنى لك التوفيق، وبتمنى لك ان شاء الله مزيد من البطولات مع النادي الاهلي، ومزيد من التألق الفترة الجاية مع منتخب تونس. انت لاعب كبير وشخصية كبيرة، وعمرنا ما حسينا ان انت محترف، بالعكس دايما حاسين ان انت مصري، ان انت واحد مننا، وانت عارف احنا بنحبك قد ايه، واحنا وانت واحد مننا. فبتمنى لك التوفيق الفتره اللي جايه. وشخصيه علي دايما هادي، دايما من الناس اللي ما بتتحركش كتير، ما بيعملش عليها كتير، ممكن في اوضته بيحب يغني، بيحب يرقص في اوضته، لكن هو من الناس الهاديه. غير ان هو لعيب كبير، هو مرتبط باسرته، حاجات الشخصيه الواحد يعرفها عنده، بيحب اولاده جدا، بيحب كريم ابنه، بيقعد يلعب معاه على طول، وبيقضي معظم وقته معاه، مرتبط باسرته. فبتمنى له التوفيق، وبقول له انت منورنا، وانت واحد مننا، ودايما متالق، ودايما مكسر الدنيا، ودايما علي معلول ملك كل الحلول، ومنور قناه الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن سعد، وترجع يعني اقوى من الاول، وزي ما تعودنا عليك يعني ان شاء الله تقدر تعدي المحنه دي بسرعه، ترجع تاني لصفوف النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى، وان شاء الله كما قلت انه يرجع ان شاء الله في اقرب وقت. النادي ما محتاج لسعد انه يكون موجود في المجموعه، وهو يعرف اني انا كريم ابني اقرب الناس ليا، على طول باتصال معاه، حتى بعد المقابلات ولا في التمرين نخليه ونقعد نتكلم ونتواصل مع ابني. ان شاء الله ربي يخلي له فيروز، وان شاء الله يرجعنا في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله.